بنفضل ناكل، لكن عشان كده نثبت اطرافه. شفنا انه كارل طلع على اليمين وصالح البريكي صار هو الوسط المحوري، وشفنا انه فهد العنيدي الجيسر، ثم شفنا ناصر هاجي ده هم بيتقدموا الوسط عشان يعملوا خمسه عشان يقفلوا على نادي القادسيه من انه يتحمل يضغط على الوسط كثير. فبدت تظهر خطوره نادي السالميه عندما كارل بدا يلعب على الطرف شويه. الطرف ده بدا يلعب معاه فهد الرشيد وحمد الحربي صاروا عاملين خلخله. بشار لقى براح، صار بشار ليس يكون في الوسط قد ما هو راح على الجهه اليسرى وبدا يلعب على المنطقه، بدا يطلع ناصر الهجري من الجهه اليسرى، بدا نادي السالميه يفتح الاطراف والطرفين اليمين واليسار، بدات تلعب على نادي السالميه، ضغط على نادي بينما الاطراف في المقابل لم تتحرك مستمر ثابته. نقدر نقول في الشوط الاول الساميه يعني بدا او نفذ مجهود لياقي عالي في الشوط الاول، بعكس نادي القادسيه اللي جالس في خط الوسط فريقا وبيلعب على الكور المرتده لاحمد عجب، اعتقد هو اكثر واحد تحرك في راس الحربه اكثر من خلف سلامه. طيب دكتور كابتن حمود، نتكلم عن يعني ربما نقول انه السالميه لم يظهر بتنظيم جيد في بدايه الشوط، ولكنه عاد لينظم دفاعيا بشكل جيد، خصوصا الاهداف يعني لم تاتي باخطاء، مش اخطاء دفاعيه كابتن؟ لا شوف زميلي عادل، انا بقول كل الاهداف القادسيه، لا كل الاهداف الثلاثه سواء هدف القادسيه او هدف نادي السالميه يتحملونه بنسبه كبيره جدا حراس المرمى، واضح جدا. طبعا مع التقدير للجهد اللي بذل من قبل اللاعب الجيد اليوم سليم بن عاشور او حتى عجب او حتى بشار عبد الله، تجد كل اخطاء حراس المرمى وعدم تغطيه بالنسبه للمدافعين. شوط المباراه الاولى بالنسبه للقادسيه بالنسبه للسالميه كان افضل بكثير، كانوا هم الاكثر تنظيم. نادي القادسيه نادي السالميه فرض شخصيته في المباراه جدا، لكن ليس من بدايه الشوط الاول كان. لا بس في نقطه مهمه جدا يمكن ابعيد الى ان بالنسبه لابراهيم كيتا، يعني لو لم يتحرك للامام هو يمكن كان الدكتور كان يقول انه وجود ابراهيم كيتا قدام المدافعين يشكل ساتر قوي لهم. لو ثبت ابراهيم كيتا على الوضعيه هذه ربما انت تلاحظ يمكن حتى صوره الاختراق من العمق بالنسبه لدفاع القادسي. نتيجه ايش؟ نتيجه اندفاع ابراهيم كيتا ورا لعيبه الوسط ورا المهاجمين. لكن بشكل عام يعني المباراه انا اجزم تمام في شوط المباراه الاول يعني فوق المتوسط، منتظرين شوط مباراه ثانيه حتى يمكن خبره يمكن خبره بشار عبد الله لعب الدور كبير، حتى ايضا اللاعب البلغاري كيرل هذا جيد يعني بشكل كبير جدا، اي ينم عن عقليه وفكر كروي جيد. طيب لكن دكتور يعني لم نلاحظ يعني عندما يستلم الكره لاعب القادسيه عنده اكثر من خيار، في المقابل السالميه اذا استلم الكره تلقى اكثر من مره حتى بشار وكيرل يستلم الكوره يوجه اللاعبين ان يطلعوا معي يعني ابغى اسلم كوره، ما في خيارات كثيره، ما في تحرك بدون كره. وسرعه الانتشار نادي السالميه موسى. نعم مشاهدينا الكرام محبينا في كل مكان، نحن الان في هذه الصورة وعلى الهواء مباشرة مرة أخرى في استاد ثامر هنا في ملعب نادي السالمية. السالمية ظهر في شوط المباراة الأول في الدقائق الأولى متواضعا، لعبتين رائعتين، الأولى خرافية من سليم بن عاشور والأخرى عجب من عجب، تقدم القادسية، بشار عبد الله رفض أن ينهي شوط المباراة الأول بتقدم القادسية 2-0 فكانت النتيجة 2-1، سيبدأ من خلالها شوط المباراة الثاني بذكريات ممتعة وبأهازيج ممتعة 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 للغاية هنا في هذا المكان وفي ملعب السالمية الذي لن يهدأ، سيبقى يصفق، سيبقى يؤازر، سيبقى يتابع وسيبقى خلف كل في مكانه وكل خلف فريقه في هذا المشهد. القادسية أبدع وأمتع والسالمية يريد أن يظهر مرة أخرى في هذا الملعب، ملعبه كيف ما يظهر، ملعبه وبين جمهوره، ملعبه ومكانه، المكان المحبب، المكان الخاص، لا يريد أن يذهب إلى ملعب محمد الحمد، ملعب القادسية بنتيجة الخسارة يفكر بتسجيل التعادل أولا ويفكر بالفوز ثانيا. هذا قد يحدث لفرقة ميهاي إن لم يخسر من خلالها محمد إبراهيم الرجل الداهية الذي لن يتوانى عن مواصلة الهجوم. لعبة ذكية الآن
ذكيه ذكيه الى السلامه، ولكن حكم اللقاء يحتسب خطا، الخطا الموجود من نصيب عجب. يعجبك هاللاعب عجب؟ يعجبك. وعلى على خلف السلامه لمسات، وكمان مع صالح الشيخ، مع كيتا، مع نواف المطيري، مع سليم بن عاشور، مع مساعد ندى. بصراحه يعني نحن نعيش مباراه ممتعه، كرويا مثيره، كرويا حيه، روحها الرياضيه، روحها الطيبه، روحها المعنويه، روحها التهديفيه حاضره وستبقى الى دقائق قادمه، لانها بطوله خليجيه وليست اي بطوله بالنسبه للخليج. الان كره منقوله وصلت في يد الحارس نواف الخالدي، وفي الانتظار اما الاهلي السعودي او النصر السعودي في مقطعتي جده الرياض 25 اكتوبر 1 نوفمبر. كره منقوله واصل الجهة اليسرى، ندى حجري، راشد، محمد راشد يعلي كرة تتخلص لحميد القلاف، حارس المرمى يخلصها الى خارج ارضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة القادسية. الجماهير تعازر، الجماهير تتابع. مثلا نتكلم حتى عن وسائل الاعلام، عن الصحافه، يا جماعه اوكي، تغطيه شبكه راديو تلفزيون العرب حصريه على مستوى البث التلفزيوني، لكن التغطيه الاعلاميه بصراحه كبيره على مستوى الصحف، على مستوى مثلا التسجيلات للبرامج الرياضيه التلفزيونيه، وكم هي كثيره في هذا المكان. تلفزيون الراي حاضر في تغطيه تلفزيونيه خاصه به من اجل نقلها بعد ذلك مثلا برامجهم الرياضيه، تلفزيون الوطن، الانباء حاضرين، القبس، الوطن، السياسه ايضا، جريده السياسه حاضره في ملحقها الرياضي والراي وعالم اليوم، التغطيه الصحفيه الميدانيه حاضره بكثافه في هذا المساء، يعني جو اعلامي بهي، جو صحفي مثير، جو كروي ايضا مثير، سيقابل متعة خالصة نعيشها في شوط المباراة الثاني. كرة منقولة الملعوبة الآن ناحية الهنيدي لليمين، كيريل، كيريل يعدي، خطأ للسالمية، خطأ للسالمية. حديث جانبية، أسئلة، كلام المدرجات، كلام الملعب، كلام يوم 23 الشهر، يعني اليوم الخميس الجاي، كلام كلام كلام، مش اي كلام، مش اي كلام، سينتظر سينتظر، وساتحدث عن تفاصيله. الان كرة سالمية، جول، من امام العيدان، كان قاب قوسين او ادنى، الكرة حتى من امام الهاجري عدت، حتى من امام الهاجري عدت، خطيره للغايه للسالميه، خطيره خطيره. شوف شوف شوف، يا لها من كره، عجب خلصها، وحكم اللقاء يحتسب خطا لحارس المرمى. يوم 23 الخميس الجاي انتخابات الانديه الكويتيه كافه، 14 نادي، ويوم ايضا 23 هي المهله الاخيره، المهلة الأخيرة التي وضعها الاتحاد الدولي بعد أن وضع يوم 15 أكتوبر، ثم مددت من الاتحاد الدولي إلى يوم 23 أكتوبر. هذا جعل طبعا جميع الصحف، جميع الإعلاميين، جميع المتابعين في الوسط الرياضي المحلي في الكويت ينتظر يوم 23، يوم الخميس الجاي. كرة منقولة في اليمين، واصلة مرة أخرى ناحية اليمين بشكل مباشر لمصلحة القادسية في الجهة اليمنى، عادت تتخلص من حسين فاضل، وصلت لمحمد حسين، لليمين عبد العزيز العلي، تقدم، أكيد مطلع شوط المباراة الثاني حيكون في حذر
حيكون فيه متابعة، حيكون فيه مثلا أشياء فنية بالنسبة لإبراهيم وأيضا ميهاي. ويقول أيضا واحد من يعني الفلاسفة الرائعين في كرة القدم والمدربين اللي عاشوا هنا في الكويت زاجالو، يقول احذر من ثلاثة في كرة القدم: الخمس دقائق الأولى، والخمس دقائق الأخيرة من الشوط الأول، والخمس أيضا الدقائق الأولى من الشوط الثاني. الآن الشوط الثاني يبدأ بالدقائق، لكن الكرة في النهاية عدت ووصلت إلى خارج أرضية الملعب. الخمس دقائق الأولى عدت، لكن أكيد لن ننسى أيضا واحدة من الحكم الرياضية التي تقول بأن آخر ربع ساعة في المباراة هي الخطيرة وهي المثيرة. وما بين حديث المدربين العمالقة، ميتسو مثلا، برونو ميتسو، عاد هذا يعني عليه كلام في الإمارات، عليه كلام في قطر، لكن لديه حكمة. الآن كرة مقولة، الكرة تصل من جديد. يقول أريد التركيز، عندما أكون مدربا أطلب من اللاعبين أن يركزون أول ربع ساعة وآخر 75 دقيقة. حسم الموضوع، يعني ركز كل المباراة. الآن كرة منقولة، وصل من جديد كوب الشار، لكنها وصلت إلى الخالدي، وصلت إلى الخالدي. كانت كرة سريعة عدت من الكابتن الخالدي، يطالب بالهدوء. كيتا يقود هجوم، تمريرة من بن عاشور ناحية اليمين، يتقدم من خلالها النمش، لكن كرة خلصت الأخيرة من حمد الحربي، وصلت إلى رمية جانبية لمصلحة النمش. ملعوبة في خط الوسط، بناء الهجمة من صالح الشيخ. إبراهيمة تعود للخلف، حسين فاضل، من جديد بشار، عبد العزيز العلي. طويلة طويلة، يعني ما تلعب كرة بهذا الشكل لأنها كانت قوية وبعيدة. مطالبة بالهدوء، مطالبة بالتركيز، مطالبة باللعب، مطالبة بالعمل، مطالبة بإيصال الكرات إلى الشباك. 2-1 شوط أول، شوط ثاني مفيش. كرة للخلف، ندى يعلي كرة، الكرة طالت في النهاية وصلت للقلف، للقلف. كرة منقولة للجهة اليسرى، ملعوبة، القلاف في عرض بطيء، سنطلب للكرة الأخيرة. أمسك الكرة القلاف، الهاجري ناصر يلعب كرة من أمام الرشيدي، كرة تتخلص لفاضل، بريكي، كرة مقطوعة، العجب عجب، لكن بريكي يعود لإعادة الكرة للقلاف. من جديد وصلت، سليم بن عاشور، النمش في اليمين يحول كرة، قلاف يمسك بها، القلاف يمسك بها. الآن بداية هجمة مرتدة للسالمية، تحرك لبناء هجمة، تحضير من بريكي، تمرير حاضرة لحمد الحربي، حربي حربي حربي، عملها للرشيدي، استقبال، ترويض، تحضير، لازالت كرة معه، لكن كرة مقطوعة، لمسة يد على مساعد ندى، لمسة يد على مساعد ندى في اللعبة الماضية، خطأ لمصلحة السالمية. هذه خطيرة لأن مكانها يمكن من الأماكن المحببة لتنفيذ الكرات الثابتة، مش قريبة مرة لكنها ممكنة التسجيل. هذا العرض البطيء، لاحظ الرشيدي في البداية، ثم حصول على الكرة من محمد راشد، تقدم ندى واضحة واضحة واضحة، برافو على اللقطة الأخيرة، كعرض بطيء ممتاز، ثم العرضية كانت من النمش موجود من خلالها القلاف، في لقطتين متبادلتين، هجمة قدساوية. أوه للسالمية هنا، للسالمية هنا، على التنفيذ مين، على التنفيذ مين، محمد حسين، محمد حسين، محمد حسين، جول 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 للسماوي، جول جول جول، الرشيدي قول، الرشيدي قول، يابها يابها رشيدي يابها،
يا با رشيدي حطها رشيدي حطها. شوف شوف محمد حسين مل قدمه فيها اوبا في الجول في الجول صادها الان خالدي الرشيدي عاد حطها. والله صعبه 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 تصعب على الرشيدي تصعب. الكره الماضيه حطها 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 الان الرشيدي حطها على يسار الخالدي. 2 2 2 2 2 2 حتحلو المباراه اكيد حتنجن حتنين 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 المباراة أكيد لأن المباراة من بدايتها شكلها كذا ومن روعتها شكلها كذا وكذي وكذي. حنروح للمباراة إلى أجواء ثانية إلى أوضاع ثانية إيش ذي يحصل بسار على خطأ. حتلعب الأجواء الآن تتغير الأوضاع الآن. الكرة منقولة اليسار لا زالت الآن مقطوعة لمصلحة علي النمش. عادت لفاضل فاضل يلعب كرة بشكل سريع كرة منقولة بالراس للبريتشي يحول كرة لحسين. عجب عجب يتقدم عجب يتوغل وحكم اللقاء يرى في اللعبة الماضية ما فيش حاجة وبالتالي خلف السلامة هو اللي تقدم. لعيب عاد خلف لعيب يعني لما تنتهي الحلول مثلا بالنسبة لمحمد إبراهيم عند بدر المطوع مصاب وجات الحلول لعجب. إذا ما انتهت الحلول عن طريق عجب حيلقى السلامة خلف السلامة واحد من الحلول المهمة للتهديف كمان سليم بن عاشور. كرة في الجهة اليسرى ملعوبة هنيدي رشيدي كان منقولة اليمين كيرل بريتشي للجهة اليمنى عبد العزيز العلي يحول كرته بشكل سريع ناحية الجهة اليسرى تقدم حاضر والعيدان محاولة لكنها في النهاية وصلت. لاحظ العرض البطيء ما بين يعني يمكن في خطأ كان واضح جدا للسلامة لكن التغطية الدفاعية كانت حاضرة محمد حسين والقرار الأول والأخير بالنسبة لهذا المساء هو اللي حكم اللقاء الإماراتي الجبيني. وأيضا لدينا قرارات تحكيمية في استوديو خاص في شبكة راديو تلفزيون العرب في تغطيتنا الخاصة. نحن هنا في أرض الحدث من هذا المكان في الوصف والتعليق أستاذ ثامر وأيضا محمد فودة سيغطي الحدث في قرارات كل قرارات الطاقم الإماراتي. الآن كرة منقولة وصلت من جديد ناحية لاعبي القادسية. الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية للقادسية المطلوب على الشمالي المطلوب على الشمالي وأيضا المطلوب الآن صاحب القميص رقم 15 بالنسبة لفريق القادسية. تبديلين دفعة واحدة تبديلين حتكون دفعة واحدة على الشمالي وكمان فهد إبراهيم لإبراهيم واضحين في الصورة. هذا هو علي طبعا فهد إبراهيم لإبراهيم وكمان على الشمالي لكن بماذا يفكر محمد إبراهيم بمن يفكر بإجراء التبديلات سننتظر ونتابع. هذه الكرة الكرة للقلاف على دفعتين تتخلص تتشتت من محمد حسين. بشار يقود هجوم سماوي عادت من جديد لعجب عاد عجب وحصلها. الكرة وصلت في خط الوسط هنيدي يقود هجمة للسماوي ناحية اليمين للسالمية محاولة التقدم تغيير لعب أوه للكابتن للداهية يحولها ذكية جدا ذكية جول 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 يا الله 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 ضاعت. يا لها من لعبة يا له من ثنائي غير عادي ويا له من حظ يقف في هذه الكرة الأخيرة. ياه كانت رايحة رايحة في طريقها رايحة في طريقها رايحة رايحة كان أكثر من حل. الكورة انحرفت وانحرفت وانحرفت والكورة غدارة غدارة راحت 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 ولف ياه 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 ياهي لعبة ياهي لعبة راحت وعدت سليمة. انينت انينت يا كويت انينت يا كويت انينت في هذه المباراة في هذه المواجهة العاصفة الخاصة في الكرة الكويتية هنا في استاد ثامر. لاحظ كيف لعبها الرشيدي لاحظ كيف حولها لفت يا الله صدت بالأرض وتغيرت وانحرفت إلى خارج أرضية الملعب. لعبة بلاستيشنية رشيدي لعبة بلاستيشنية يا رشيدي. الكرة راحت سليمة إلى خارج أرضية الملعب
وضربة مرمى للقادسية. لدينا تبديل، اثنين دفعة واحدة بحضور علي الشمالي وفهد ابراهيم لابراهيم في هذه الآونة بالنسبة للقادسية، لكن مكان من؟ تبديلات ووحدات وتغييرات المدير الفني السيد محمد ابراهيم. روعة البطولة لما تجد تضرب بقوة ما بين المواجهات السعودية الخالصة الكويتية الخالصة. في النهاية سيكون النهائي سعودي كويتي، وعد هذا ديربي الحالة، يعني زي ما نقول يعني ديربي الخليج، سواء أندية سواء حتى مثلا يعني منتخبات الكرة الخاصة جميلة في الخليج دائما وأبدا، ولا جدال في ذلك. لدينا تبديل، خروج صاحب القميص رقم 19 بالنسبة لنواف المطيري، ما قدم العرض المطلوب نواف، لكن الآن أيضا تبديل آخر بخروج علي النمش مكان علي الشمالي. علي طالع مكان علي، نزل الشمالي مكان النمش فهد الإبراهيم مكان اللاعب نواف المطيري. تبديلين دفعة واحدة لمحمد إبراهيم مع ضربة مرمى. هذا هو نواف المطيري، الخطأ الموجود. طبعا الحكم الساحة يتحدث مثلا يعني حديث ودية، حديث تجد المتابعة. شوف الهدف الأول، عايشين أربع أقوال، كل واحد يقول للثاني بعد عني. هذا الأول برشا من سليم بن عاشور، شوف كيف حطها يا جماعة، كان أخذها بيده وحطها في الزاوية، ثم عجب حطها براسه. عرضين بطيئين لهدفي القادسية، الأول من سليم عاشور ثم من عجب. انتفض السالمية عن طريق بشار أولا في لعبة كانت عالية ممتازة، تحولت في المرمى ثم انتفض عن طريق الرشيدي الهدف الثالث. الآن الرشيدي يتقدم، يحاول المرور لكن التغطية حاضرة للمدافعين. إبراهيمة منقولة للشمالي، الشمالي حولها بيمينة، وصلت لسليم بن عاشور من جديد لإبراهيم. خطأ لمصلحة القادسية، خطأ لمصلحة القادسية، خطأ لخلف السلامة، جهد كبير قدم خلف في هذه المباراة. إبراهيم شمالي بريكي، الخطأ الموجود لمصلحة صالح البريتشي، ملعوبة بشكل سريع ومباشر لخط الوسط. سليم بن عاشور للخلف، شمالي فاضل يلعب كرة، عجب يصبح وحيدا في المقدمة. الآن كل طبعا تبديلات محمد إبراهيم من أجل تمويل عجب، من أجل تمويل عجب. شوف عجب غاضب، المطلوب أن تمرر الكرات مباشرة ناحية عجب في منطقة الجزاء، ليس بعيدا. هذه وصايا إبراهيم، ملعوبة من جديد للجهة اليسرى، منقولة ناحية الهاجري رشيدي، محاولة الكرة قد ساوية، سلامة إبراهيم كيتا يغير لعب، الشمال استقبال، تغيير كرة بالرأس ممتازة، عجب سليم بن عاشور يتقدم، سليم يحاول التوغل، ينتظر مساندة، يمر الكرة تصطد لكنها تتخلص من الهاجري، عادت من جديد لجهة اليسرى، تحضير تسديدة قوية لكنها في يد القلاب. برافو برافو كانت من محمد راشد، استقبلها ايضا القلاب في لعبته الماضية. في اليمين عبد العزيز العلي، هذا هو العرض البطيء، تسديدة كانت من الظهير الايسر محمد راشد، كرة ملعوبة. يعني الان هنا مثلا سيبدأ مثلا ان يتفرغ سليم بن عاشور لمساندة
مثلا عجب في خط الهجوم يلعب محمد إبراهيم 4-4-2 معتمدا على تمويل السلامة لهؤلاء الاثنين، ومعتمدا طبعا على انطلاق سليم بن عاشور من جهة اليمنى. هذا هو سليم، لكنها تتحول في حالة الدفاع إلى 4-5-1. محمد إبراهيم خضرم جعبة كروية فنية غير عادية، وواحد طبعا من المميزين والمدربين الوطنيين الخالدين في 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 عالم كرة القدم. كرة ملعوبة، الكرة لجهة اليسرى على فكرة، هو يعني يحب نادي النصر السعودي في حديثه يقول: كنت أهوى كثيرا ماجد عبد الله محلل شبكة راديو تلفزيون العرب، ويقول أيضا محمد إبراهيم بأن طبعا لديه عضوية، كان عضو شرف في أيام الرمز بالنسبة لنادي النصر الراحل عبد الرحمن بن سعود، ورقم عضويته الشرفية في نادي النصر هو 333، يعني 333، أي أنه متيم عاشق بالنسبة للكرة السعودية في نادي النصر. سألته إن كان سيكون مدربا في كأس الخليج التي ستبدأ في مطلع شهر يناير في عمان، قال: نعم قد أكون كذلك، لأن هناك في الحقيقة طلب رسمي من إدارة الاتحاد الكويتي إلى أن يكون محمد إبراهيم موجودا للعشر الأيام القادمة بعد اعتزال الهويدي في مباراتين وديتين، وقد يأتي طلب رسمي في بعد مشاركات الخليجية للقادسي. الموضوع متفاهم، الموضوع وطني، والمدربين الوطنيين يقدمون بصراحة عروض ممتازة في قيادة المنتخب الكويتي. بالتوفيق للكويت، بالتوفيق لكل المنتخبات، لكل الأندية، بالتوفيق لمحمد إبراهيم، لكل المدربين الوطنيين هنا وهناك. الخالدي حول كرة، وصلنا للدقيقة رقم 68، أي أننا بعد ساعة وثمان دقائق من إثارة فيها 4 أهداف مناصفة للفريقين، وأي أننا على بعد قرابة 22 دقيقة فقط من نهاية هذه المواجهة الكويتية بالنقهة الخليجية الرائعة. كرة منقولة ناحية اليمين، بناء الهجمة يمر بعبد العزيز العلي السالمية، تمريرة حمد الحربي يسدد كرة إلى خارج أرضية الملعب. نحن نتحدث طبعا عن الأمور المستقبلية إذا ما صارت الأمور كما هي عليه، لكن يوم الخميس الجاي يوم 23 يمكن يكون أمور مختلفة. تعرفوا يا جماعة، لو مثلا ولا نتمنى ذلك، يعني في لكل طبعا الاتحادات الخليجية والعربية أن يوقف اتحاد ونشاطاته، لكن لو حدث ذلك ما الذي من الممكن أن يحدث؟ سأخبركم بما هي قرارات الفيفا. الآن كرة مقولة، لن يشارك المنتخب في أي مشاركة خارجية، هذا واحدا، والأندية أيضا لن تشارك خارجيا، ولن يكون هناك لاعبين محترفين في الدوري ولا مدربين محترفين، يعني أجانب كلهم راح يكونون من الكويت، راح يلعب دوري فقط بتنظيم يعني المحلي. الآن هنا محاولة الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ولن يدخل أيضا الأندية ولا المنتخبات ضمن الاتحاد الآسيوي، لا في دوري المحترفين ولا حتى في البطولات القارية للأندية والمنتخبات. تخيل يعني انظر إلى ممكن المصاعب والمشاكل، لكن إن شاء الله كل الأمور تنحل، والجمعية العمومية إن شاء الله تنعقد، وإن شاء الله الآمال معقودة على الرجال هنا في الكويت، الكرة تتخلص وتصل، وأن تتجاوز كل الصعاب بكلمة واحدة هنا طبعا المحبين. وجماعة يعني من محب الكرة الكويتية، والله حرام هالمتعة نفقدها، هل محترفين، هل لاعبين، هل المميزين، هل الكرة الجميلة اللي 2-2 متعينا احنا في الخليج، وفي الاخير نفقد مثل واحد مثل بشار ما نشوفه ما نتابعه في المشاركات الخارجية. حرام حرام حرام. الان كرة منقولة ناحية اليمين، تقدم عبد العزيز العلي ما يسيطر على الكرة الاخيرة، وصلت الى رمية جانبية لراشد الان يمرر كرة الى لاعبي خط الوسط، يمر بفهد الابراهيم، إبراهيم كيتا إلى بن عاشور، تدخل موجود مع خطأ على العيدان في اللعبة الماضية. أحمد عيدان لاعب دولي سابق
بينما سليم بن عاشور أيضا لاعب دولي تونسي يصل إلى منتخب بلاده إلى المرحلة الثانية من التصفيات النهائية. الجماهير لا زالت تصفق، لا زالت تؤازر، الناس مبسوطين، هم سهرانين كسهرة الليلة، كمتعة الليلة، الناس جاية تشوف، جاية تتأمل، وبصراحة حضور جماهيري يعني جيد جدا، جيد جدا. متابعة لهذا اللقاء، انظر إلى الهدف الجميل 2-2 عن طريق الرشيدي الواضح في الصورة. حكم اللقاء محمد الجبيني، بينما لدينا أوراق قد تقدم بالنسبة للمدير الفني السيد ميهاي، واللاعب القادم هو محمد البريكتي، محمد صقر هو اللاعب القادم. يبدو لي أن هناك إصابة أحد لاعبي فريق السالمية عبد العزيز العلي، وهذا يعني هي ضخ الدماء في الجهة اليمنى بالنسبة لفريق السالمية. ميهاي روماني عايش في هالبلاد، عيش وملح، حافظ الديرة، عارفها سواء كمنتخب مع طبعا الكويت ميها أو حتى يعني مع الأندية، ويمكن في بعض الأحيان ما بينه وبين بشار شد وجذب، لكن هم حبايب. تعرفوا مين يتذكر ميها في بطولة طبعا تصفيات كأس العالم يعني 2006 في تصفيات كأس العالم، كان بشار منقطع عن الكرة وعاده إلى طبعا المنتخب لولا خروجه في فترة أوزبكستان. الآن كرة موجودة لمصلحة المنتخب طبعا القادسية لليمين، تمريرة موجودة مقطوعة من أمام صالح الشيخ، وصلت إلى البريتشي، يتقدم فيها بشار عبد الله، مرة أخرى خطأ موجود لمصلحة بشار، خطأ لبشار عبد الله. دقائق تمر سريعا من الممكن للسالمية لأنه يفكر في الحقيقة، وإن كان هم في بلد واحد ما فيش يعني الأرض وجمهور، الأرض واحدة، الجمهور واحد، المتعة واحدة، المحبة خاصة، لكن الملعب مش واحد، هذا ملعب السالمية، وبالتالي يريد أن يكسب مباراة الذهاب في ملعبه على الأقل، لكن مباراة الإياب تكون مباراة خاصة، مباراة هناك في ملعب محمد الحمد، ملعب القادسية، كرة منقولة يوم 25 الشهر، ملعوبة للجهة اليسرى مساعد ندى، حاول التقدم، منقول البريكي، ما فيها خطأ، البريكي يتقدم، بريكي يبحث عن مساندة، تمريرة ذكية جدا، وصلت الآن للرشيدي إلى بشار من جديد، بشار لا زالت الكرة مقطوعة إلى كيتا، مقطوعة إلى كيتا، ملعوبة، انفراد، والقلاف يتدخل، تدخل وحول الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية، تم التبديل بالنسبة للسالمية بمشاركة اللاعب محمد صقر البريكي، والجماهير تردد باسم عجب عجب يا عجب، يريد أن يظهر، المطالب بظهوره الآن، مطالب بروحه المعنوية. تعرف من حق اللاعبين المهاجمين المميزين أن يجدون حقوقهم من المحبة الجماهيرية، التصفيق الجماهيري، الأضواء الإعلامية، لكن أيضا حق الجماهير أن يظهر هؤلاء النجوم في الوقت المناسب. ندى يحول كرته، نفس الحال لبشار، كيتا يحول كرته ناحية الجهة اليمنى، حال التسلل على الشمالي. الآن لدينا تبديل محمد البريكي، محمد صقر، خطأ موجود للسالمية، طبعا تم التبديل للسالمية. لدينا تبديل آخر، هو عامر معتوق الفضلي، عامر معتوق هو اللاعب القادم بالنسبة لفريق القادسية. آخر تبديلات، محمد إبراهيم من أجل تعزيز خط الوسط، من أجل تمويل عجب 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 أعجوبة. الآن عجب مرة أخرى، كرة مقطوعة في الطريق، يا لها من لعبة، كان بالإمكان أفضل مما كان ما بين سليم وعجبين عاشور وعجب. الكرة الآن للسالمية، خطأ للسالمية، الخطأ للعيدان، والله حلوة المباراة، والله أخذت طابع آخر، راح نعيش الربع الساعة الأخيرة من أجواء المباراة بطابع مثير جدا
السلامة سيغادر أرضية الملعب، وعامر معتوق الفضلي هو اللاعب القادم في ورقة محمد إبراهيم، في ورقة الداهية. اللاحظ اللعبة الأخيرة، سليم بن عاشور سددها ومحمد حسين تكفل بها، ثم تدخل عبد العزيز العلي ليخلص الكرة الماضية. التبديلات انتهت، التغييرات انتهت بالنسبة لمحمد إبراهيم، الوصايا جاءت بالنسبة لمحمد إبراهيم، ميها أيضا أعطى الوصايا، ما بين الوصايا ما بين المطالب، هناك دقائق، من سيكسب؟ سؤال صعب، صعب الإجابة، صعب صعب صعب، يا الله 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 على كرة القدم ومتعة كرة القدم. قلبها السالمية، قلبها السالمية، قلبها الحربي. توقع صعب، التوقع صعب، ولعبة من الصعب من الصعب من الصعب ان يسندها الخالدي. صعبة 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 صعبة، حطها حطها. يا لها من مباراة، يا لها من متعة، اليوم الاهداف اشكال والوان، اليوم المباراة، غير شكل، متعتها غير شكل، اثارتها غير شكل، اثارتها مجنونة لابعد حد لابعد حد. حمد الحربي يظهر الان، حمد الحربي يتألق الان ويسجل هدف. مثلث رعب موجود في السالمية، الاول بشار والزاوية الاخرى هو الرشيدي، والثالثة هو اللاعب المميز حمد الحربي. مثلث رعب في خط الهجوم بالنسبة للسماوي، يقلب الطاولة بثلاثة مقابل اثنين، قد تكون اثارتها ممتدة لان القادسية لن يهدأ لن يرضى، والاحتجاج موجود من ساعد ندى. المباراة ستأخذ طابع آخر، ومباراة الإياب ستكون مجنونة مجنونة على الآخر على الآخر. في مباراة فيها خمس أجوال، تقدم القادسية في الشوط الأول بهدفين، وقبل النهاية بشار يسجل جول، عاد الرشيدي في الشوط الثاني ليسجل هدف التعادل، وبعد ذلك الحربي. خمسة للسالمية، اثنين للقادسية. روعة روعة، كثير روعة. يا سلام يا سلام، ماني قايل يا جماعة، الأوفياء، الرجال، المحبين، المتيمين، المسؤولين في كرة القدم، حرام حرام نشوف مثلا إيقاف نشاط لإيقاف هذه المتعة. إن حدث ذلك من الاتحاد الدولي فهو إيقاف لهذه المتعة المجنونة في كرة القدم الكويتية. كرة تتخلص، القادسية سيهاجم، الأوراق سترمى الآن عاجلا غير عاجل، كلها رميت من محمد إبراهيم، الوصايا أعطيت، والدقائق هي المحك هي المحك هي الفاصلة. ناحية اليسار التقدم موجود، التحرك حاضر، التحرك حاضر الآن، محاولة المرور ولكن الكرة مقطوعة من أمام عامر معتود. وصلت الآن لندى، ندى الآن يظهر من الجهة اليسرى، مساعد يعليها، علاها علاها، الكرة تتخلص، وصلت إلى بن عاشور، بن عاشور يريد التسجيل، بن عاشور يمررها الآن لناحية الشيخ، محاولة تقدم وضربة جزاء بلنتي، ضربة جزاء بلنتي، بلنتي لبني قادس، بلنتي لبني قادس. وتنفست جماهير الملك الصعداء، تنفست جماهير الملكي الصعداء بركلة جزاء. على مين؟ على صاحب الهدف حمد الحربي. التدخل جاء أمام الليدر، أمام الكابتن، أمام طبعا صالح الشيخ. بلنتي 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 لمصلحة القادسية. يا لها من مباراة متقلبة متقلبة، كان الله في عون الجماهير، كان الله في عون المدربين، كان الله في عون المتعصبين المتيمين في هذه المواجهة. على الآخر مجنونة مجنونة على الآخر، لأن فيها الآن تقريبا خمسة أهداف قابلة للزيادة. فيما لو فيما لو مساعد ندى، الكثيرون اعتقدوا إثارة المباراة، لكن هل تنتهي الإثارة بهدف تعادل أم يكون لكلمة كلمة؟ مساعد ندى، جول 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 جول، التعادل للملكي، القادسية يسجل التعادل على بعد عشر دقائق من النهاية من النهاية.
ارقص ارقص ارقص. الجماهير الان راقصة، الصغار والكبار، الاصدقاء، الشباب، العائلات الان موجودة، الكبير، الاباء، الاولاد موجودين في جماهير تحضر هذه المباراة. مش فيها جول ولا اثنين ثلاثة، لا لا لا، أربعة، لا مش أربعة، خمسة. وصلنا إلى ستة أهداف وقبل النهاية بعشر دقائق في مباراة متقلبة مجنونة على الآخر. خروج الرشيد الآن، عبد الله البريتشي هو اللاعب القادم، هي آخر أوراق ميهاي، آخر أوراق ميهاي من الممكن، أو لديه مثلا من الأوراق ما يبقى أوراق. اسمع جماهير القادسية الآن عددت، سبحان الله سبحان الله، لك المسامع. سبحان الله، تسمعون هذه النداءات التي سمعناها في الربع الساعة الأولى اختفت حتى العشر الدقائق الأخيرة وعادت، والنتيجة التعادل 3-3. عادت الآن، لمن ستعود الفرحة من جديد؟ هل ستعود للقادسية مرة أخرى أم للسالمية؟ كلمة فاصلة، كلمة فاصلة قبل النهاية. ملعوبة لليسار، عيدان يفكر بالتقدم، خطأ لمصلحة أحمد العيدان، خطأ للسالمية على الشمالي، خطأ على الشمالي، خطأ على الشمالي في الجهة الشمالية بالنسبة للسالمية، خطأ على تنفيذ العيدان. حكم اللقاء يطالب طبعا الجماهير ويطالب الإداريين بالتحرك إلى الجماهير القادسية لمثلا عدد من قذف القصاصات، يعني ليست أشياء كثيرة إنما القصاصات الصفراء والسوداء، وأيضا الحديث مع رجال الأمن الآن في الحديث بوجود صافرة في المدرجات القادسية، وكذلك من الممكن الرمي. سنرى الصورة. بشار عبد الله بخبرته الدولية العريقة، برجل محبوب ولديه محبة خاصة، أيضا يتحدث للجماهير القادسية، هو يحظى محبة من الجميع من هنا من هناك، ولكن لديه الآن حب خاص فيما لو استطاع التقدم مع فريقه السالمية. الآن كرة مقولة والكرة خطيرة لكنها عدت من الحرب إلى ضربة مرمى للقادسية. جميلة المباراة، ممتعة، مثيرة. الإياب، الإياب هو من سيشهد الإثارة الأكثر بلا أدنى شك، ونحن في شبكة راديو وتلفزيون العرب ART في تغطية حصرية للبطولة المثيرة. الآن كرة مثيرة وصلت من جديد ناحية عجب 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 عجب، يحاول كرة والكرة تصل إلى مرمى. في ART سبورت، في تغطيتنا بالاستديوهات التحليلية وكل القرارات التحكيمية وتغطية الوصف والتعليق في هذا المكان في استاد ثامر، من أجل أن نسمع ونشاهد ونرى كل صغيرة وكبيرة في لقاء السالمية والقادسية دوري أبطال الخليج. في دوري أبطال الخليج كرة ملعوبة واصلة من جديد لمصلحة القادسية. السالمية يبدأ هجمة، عيدان من جديد للجهة اليمنى بشكل سريع. السالمية تحرك، حكم اللقاء يأمر بسرعة اللعب. وصلت الكرة الآن لمصلحة القادسية، لم يبقى الكثير، خمس دقائق فقط. مساعد نداء يتقدم، يمر من الأول والثاني، رمية جانبية للسالمية. دوري أبطال الخليج 24، هل ستشهد لقب جديد؟ يعني إن كان بطل جديد فهو لن يكون إلا السالمية، لأن القادسية بطولتين من هذا النوع، للأهلي السعودي بطولتين من هذا النوع، للنصر السعودي بطولتين من هذا النوع، لكن السالمية حتى الآن يتمنى في هذا الملعب، في هذا المكان، في هذا النادي أن تذهب بطولة الأولى من هذا النوع في دواليب النادي، في دواليب النادي. بشار يقود هجوم، الكرة وصلت إلى فاضل، فاضل يحول كرة من جديد لكنها إلى البريكي، البريكي يتقدم، خطأ موجود للسالمية، خطأ للسالمية، الخطأ لمصلحة السماوي. البريكي يطالب الجميع بالتقدم الآن، النتيجة 3-3، يعني ما حسمت،
تسأل بني قادس تقول لهم انحسمت الإياب يقول لك لا، تسأل السالمية والسماوي يقول لك انحسمت حتى في الإياب يقول لك لا، ما بتنحسم إلا آخر دقيقة في مباراة الإياب. الخطأ موجود للسالمية، موجود رغم السخط الجماهيري الآن. أوه غضب إداري في القادسية موجود، والأحاديث الموجودة، والكرة الآن موجودة لمصلحة السالمية. آخر الدقائق، مباراة في الحقيقة تأخذ طابع خاص، تأخذ لمسات خاصة، وأنا أقول بوجهة نظر شخصية أنه في جول في المباراة، باقي جول في المباراة، لكن لمن؟ لكن لمن؟ لكن لمن؟ الكرة تتخلص من مدافعي القادسية، عادت من جديد للسالمية، عادت 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 تسديدة إلى رمية جانبية للقادسية. لازلت أقول أن هناك هدف في المباراة، لأن المباراة مفتوحة على الآخر، ما في تحفظات، ما في مثلا حذر، كل الوصايا للهجوم، كل الوصايا لكسب المواجهة الأولى حتى يرتاح محمد إبراهيم أو يرتاح ميها في الإياب. الآن كرة ملعوبة وصلت للخلف بالنسبة لفريق السالمية، بداية هجوم عن طريق البريكي، صالح يمر كرته، وصلت إلى الكيرل المختفي تماما في شوط المباراة الثاني، تمريرة وصلت إلى القائد صالح الشيخ، الشيخ يلعبها أمامية إلى بن عاشور، ترويض من التونسي، تحضير لليمين، فكرة للتقدم عن طريق عامر، عامر كرة، أوه جول. أنا قلت أن هناك هدف، لكن لم أعتقد بهذه الطريقة، لم أتوقع بهذه الطريقة. اللاعب البديل، اللاعب البديل، اللاعب عامر معتوق الفضلي حول كرة رمية بغير رامي، بقدم العيدان ليست بقدم عامر، بقدم ليس بقدمي ليست بقدم عامر. العيدان يسجل هدف في مرماه، هو الهدف الرابع للقادسية. قلت أن هناك هدف رابع، قلت أن هناك هدف رابع، لكن ليس بهذه الطريقة. شوف شوف عامر معتوق الكرة واحد، وين؟ يا لها من اللعبة، ياه ياه ياه، وضعت في زاوية بعيدة 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 على القلاب. أصبحت المباراة 4-3، متقلبة متقلبة الشجون، متقلبة الأهازيج، متقلبة الإثارة، متقلبة المتعة، متقلبة النتيجة، لنتذكرها معا. سليم بن عاشور بلقطة رائعة، واحد، ثم بعد ذلك عجب بكرة رأسية، اثنين للقادسية، ثم بعد ذلك يعود السالمية ليسجل هدفا لبشار. ينتهي الشوط الأول، الشوط الثاني الرشيدي يسجل التعادل، ثم حمد الحربي يقلب الطاولة 3-2، ثم يسجل القادسية هدف التعادل من بلنتي، وبعد ذلك العيدان بكرة برمية وبنيران صديقة تضرب مرمى القلاف لتصبح النتيجة 4-3. تنقلب هنا وتنقلب هناك، ولك المشهد ولك المسامع. الجماهير، الجماهير، والصورة ستذهب إلى الجماهير القدساوية السعيدة التي الآن سعيدة بالتقدم بعد أن عاشت، بعد أن عاشت الآن يكتمل من خلالها اللقاء 90 دقيقة، 90 دقيقة متقلبة المزاج والشجون. إنها الصورة تعبر، ولك الوصف والتعليق عزيزي المشاهد. نعم نعم، تبدو السعادة واضحة، تبدو سعادة التقدم في مباراة الذهاب واضحة. ولدينا آخر تبديلات السالمية بإشراك صاحب القميص رقم 33 سعود العجمي. سعود العجمي هو اللاعب القادم، سعود سويد، سعود العجمي اللاعب القادم بالنسبة للسالمية. مباراة الإياب انتهت بكذا؟ لا لا لا، مش حتنحسب، مش حتنحسب، فوارق الأهداف مش محسوبة كما يا خوفي يا خوفي، نعيد ذكريات، الذكريات المثيرة واللعبة الملعوبة والأحداث التي حدثت في
في أبو ظبي ما بين الاتفاق السعودي والجزيرة الإماراتي في مباراة الإياب، يمكن أنها تكون في مباراة الإياب يوم 25. كرة منقولة للجهة اليسرى، الحربي الحربي الحربي، كرة إلى رمية جانبية، قد يعود قد يعود قد يعود للسالمية ليسجل هدف تعادل، قد يعود لما لا، لأنه الآن يرمي بكل الأوراق السيد ميهاي، بكل الأوراق السيد ميهاي، بكل الأوراق السيد ميهاي. كرة للجهة اليسرى، خطأ للسالمية. جنة، المتعة واضحة، الإثارة واضحة، الدقائق الباقية مقدرة في ساعة حكم اللقاء. السيد الإماراتي الجبيني، تقدم بشار، تقدم، يحاول المرور، يلعب، يا روعة يا الله، معقول بشار؟ صدقني هاللقطة نشوفها في كابتن ماجد. يا لها من لعبة، يا لها من لعبة، مطالبة ووصول إلى ضربة زاوية لمصلحة السالمية، نشوفها في أفلام الكرتون، لقطة خرافية للاعب خرافي اسمه بشار، بشار بالرأس، لكنها راحت بعيدة إلى خارج أرضية الملعب من حمد الحربي. ليس بعد، الإثارة تسير إلى الوقت بدل الضايع، والوقت بدل الضايع المقدر في ساعة حكم اللقاء، حنتابعها بلا أدنى شك، وسنوافيكم الآن بالدقائق واللحظات. كرة مقبولة، وصلة من جديد، بشار ناحية اليمين، مقولة طالت طالت طالت، وصلت إلى ضربة مرمى لمصلحة القادسية. الإياب الإياب ستكون مثيرة، سيكون في يوم 25، سيكون يوم السبت الجاي على الموعد. عشاق اي ار تي سبورت، عشاق شبكة راديو وتلفزيون العربي الأوفياء، أعتقد أن مباراة الإياب بهذه المباراة أصبحت تستحق المشاهدة من أكبر مثلا مشاهدة موجودة في هذه البطولة، وبذلك أيضا مباريات الأهلي والنصر السعوديين. والله يمكن يكون في كلام، بشار باقي في روح، باقي في هزة، لكن كيتا يظهر، كيتا يتقدم الآن، كيتا يحاول الحصول، وخطأ موجود على إبراهيم كيتا، لمصلحة إبراهيم كيتا على بشار، زعلان، بطاقة صفراء على بشار عبد الله، لكن يظل نجما خلوقا، يظل ممتع. اليوم المباراة كوم وبشار كوم ثاني، أيضا بطاقة صفراء على كيتا، البطاقة الصفراء الموجودة على سليم بن عاشور، فعلا بطاقة صفراء على أوه الأمور والإداريين والمسؤولين، المباراة الآن أخذت طابع آخر وصورة أخرى، لكن تدخلوا الناس الطيبين، وتكلموا أيضا الناس الطيبين، وحضروا الناس الطيبين، وخلصوا الموضوع خلص. يعني حبايب، ولا تنسوا باقي إياب، باقي مباراة إياب، باقي عمل كبير، باقي يوم سبت كبير، يوم سبت كبير راح يكون. رجال الأمن تدخلوا، الأمور تزداد سوءا الأوضاع، وبالتالي حكم اللقاء ما الذي سيقرره في هذه اللحظات؟ يعني هي المباراة مباراة مثيرة من كل النواحي. انت تبغاها جوال، تبغى اشكال الوان، انت تبغاها فيها بلنتي فيها بلنتي، تبغى هدف بالراس في هدف بالراس، في هدف من خارج منطقة الجزاء فيه، انت تبغى اهداف مهارية فيه، انت تبغى هدف بالراس من داخل منطقة الجزاء فيه، انت تبغى مدافع سجل في مرماه بنيران صديقة فيه، وانت تبغى إثارة خارجة عن النص بدخول رجال الأمن لفصل الاشتباكات الموجودة ما بين لاعبي السالمية والقادسية، حدثت الآن، لكن الآن الأمور عدت بسلام على الفريقين، السالمية الآن 3، القادسية في استاد ثامن 4، والنتيجة ستذهب بنا إلى يوم السبت القادم في إثارة كروية لا مثيل لها. حكم اللقاء يتحدث مع لاعبي فريق السالمية، الأحاديث الموجودة، الإثارة الموجودة، العمل الموجود في الحقيقة في هذا المشهد في دوري أبطال الخليج. الصورة،
العمل الكبير، اللحظات المثيرة الموجودة ستسير مرة أخرى في هذا المشهد إلى كتابة لحكم اللقاء وكتابة موجودة إلى ورقته. هو حيدون سليم بن عاشور لديه بطاقة صفراء، وهو أيضا حيدون ب أيضا بشار عبد الله لديه بطاقة صفراء. وكل الأخبار التي من الممكن أن تأتي سنوافيكم بها أولا بأول. خلاص يعني خلاص الوقت حينتهي، الوقت انتهى، الوقت سيمر عاجلا عاجلا. مباراة رائعة، مباراة مثيرة عشناها هنا في استاد ثامر، المباراة التي تسير بمتعة كروية خاصة، تشهد إثارة كروية جدا خاصة. لكن الحكم الآن يحيي طبعا الروح المعنوية. برافو 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 برافو، وهذه مني تصفيقة. برافو 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 بصراحة على الفريقين اللي يقدموا حتى لمحات مثلا ممتازة في هذا المشهد من الروح الرياضية، الروح الطيبة. أنا قلت من وقت ما وصلنا إلى الكويت نحن هنا في ART أشياء ممكن كثيرة تغيرت في كرة القدم، إلا أن الروح الطيبة لا زالت موجودة. الابتسامات يا جماعة في الصغير في الكبير، في الناس الطيبة، تمشي تاخذ تاكسي تروح الفندق تيجي للملعب، في الشارع في السوبر ماركت في الدكاكين في مثلا اي مكان تروحه تجد ناس طيبة، ابتسامات والمتعة الطيبة الحاضرة في هذا المشهد. الآن الصافرات تطلق لجماهير القادسية لأنها تتمنى أن تنتهي، قد تنتهي بهذا الشكل أو قد يأتي بعجب كلمة عجيبة في الدقائق القادمة. لكن مباراة بصراحة عجيبة يا عجب، عجيب، مباراة عجيبة، مباراة مثيرة، مباراة فيها عمل كبير من ميهاي ومحمد إبراهيم، فيها عمل كبير للاعبين، فيها إثارة بلا حدود. يجعلنا ننتظر يوم السبت القادم بفارغ الصبر. كرة منقولة شمالي، ملعوبة كورنر لمصلحة القادسية. وفي هذه اللحظة سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي شبكة راديو وتلفزيون العرب في كل مكان، هواة اللعبة المستديرة، عشاق الساحرة الصغيرة، عيسى الحربين من أرض الحدث من استاد ثامر هنا في هذا المكان في مباراة فيها 7 أهداف، الغلبة للقادسية 4-3 في مباراة لا توصف وتصعب علي في الوصف والتعليق، لكنها هكذا جاءت إثارتها وحماسها وروعتها في كرة القدم الكويتية بنكهة الخليجية في دوري أبطال الخليج رقم 24. لكم العرض البطيء بهدف خرافي لسليم بن عاشور، بعد ذلك عمل كبير لفريق القادسية ليسجل عجب هدفا مثيرا ومميزا من كرة جاءت من كورنر رفعها سليم بن عاشور، ثم أبى لعجب ليسجل الهدف الثاني. السالمية عمل أعمالا فنية، نهاية تحرك وجاء بالنداءات، ولكم لقطات الأهداف الباقية لفريق السالمية عن طريق بشار عبد الله، بعد ذلك يسجل بشار طبعا الهدف، ثم بعد ذلك يتقدم فريق السالمية يسجل عن طريق الرشيدي، حمد الحربي يسجل الهدف الثالث. بعد ذلك في المباراة يعود القادسية من بلنتي مساعد ندى العيدان يتكفل بحسم المباراة. لكم العرض البطيء لأهداف السبعة المثيرة. عيسى الحربين يودعكم على أمل أن يلتقيكم في مواجهات قادمة. مشاهدين الكرام مع هذه اللقطات سنتحول بعد الفاصل إلى الاستوديو التحليلي والزميل عادل الزهراني.